لنعمل لسان العصفور بالكبد احنا بحاجه لاربع اكواب لسان العصفور، معلقتين كبار سمنه، بصل مقطع صغير، حبتين من المستكه، وبدنا مكعب مرق، فلفل حار، نص كيلو كبده دجاج، حبتين بندوره مبشوره، وملح وفلفل، رشه جوز الطيب، ومعلقه صغيره بهارات، لوز مقلي للوجه. اول حاجه هحطها الكبده. الكبده طبعا عايزه النار تكون عاليه، ايوه، علشان خاطر تتصدم طبعا زي بقيه، وما تنزل ميتها، ما تنزلش تزنخ بالظبط. طيب، فحطيت مع دي هي البصل والفلفل الحراق اهو زي ما انتم شايفين. ايوه، حطينا هنا شويه فلفل حراق وشويه بصل، وده اختياري طبعا. اوكي، بس يعني بتبقى هي لذيذه مع نتفه حد كده. طيب، هنا هخلي دول للوش، وهنا هبتدي احط لسان العصفور اللي عندنا، فهنحطه بالشكل ده. هحط معاه مكعب مرق من المرق، هنحط بهارات، جوزة الطيب، ملح وفلفل، عندي هنا طماطمتين معصورين مبشورين برضو هنحطهم، طيب ممكن برضو خليني اقول لكم هقول لك حالا، بنقدر ان احنا ناخد لسان العصفور ونحمره في طنجره لوحده لغايه ما يبقى لونه اغمق شويه. بصير طبعا، بس انا بجميع الاحوال يعني انت مش عاوزه كده، لا يعني مش فارقه كتير بالنسبه لي، بس في ناس تانيين بيحبوه محمر، فانت حمرين جيبي، بيقدروا يحمروه لوحده. اوكي، هجيب بقى ميه سخنه ونحط هنا ميه عليها، غمر نغمرها، خلاص بنطبخ رز. زي هنا بنطبخ الرز. خلاص دلوقتي طبعا هيكتر، هنحط بقى الطماطم برضو المبشوره بتاعتنا. اوكي، وخلاص هنستنى عليه لغايه لما تستوي.